بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مع مناظرة سريعة مع الأستاذ الإكريليكي سايمون سامي، وإحنا في انتظاره لدخول البث. موضوع اليوم: هل الكتاب المقدس ورب الكتاب المقدس يأمر بالقتل والإرهاب؟ نعم لا؟ هنسمع الكلام ده مع سايمون لما يدخل البث. يا هلا فيك يا سايمون. وجاري ارسال اضافة لسايمون سامي علشان نبدأ موضوعنا بإذن رب العالمين. طيب سايمون بيقول لي تم الرفض. موضوع اليوم: يا هلا يا هلا. اهلا اهلا اهلا، مساء النور ومساء الفل عليك يا استاذ محمد وعلى كل اللي بيشاهدونا. سلام، ربنا يكون معكم. يا هلا فيك يا سايمون. الصوت عندك بتاعي واضح؟ واضح، صوتي الحمد واضح لله ليك؟ كويس، جميل قوي. واضح تمام. يا هلا فيك وفي المشاهدين. نبدأ على بركة الله. موضوع اليوم: هل رب الكتاب المقدس ويسوع أمر بالقتل والقتال أم لا؟ نشوف إن شاء الله الموضوع ده مع سايمون سامي عياد ميخائيل، كل الاسم ده؟ طيب بداية هنفتح إنجيل لوقا إصحاح 19 إنجيل، عدد 27. بيقول حاضر. النص من كلام يسوع: إصحاح 19 عدد 29، نعم عدد 27. 27. نعم قيامة الأموات. وجاء بعض الصديقيون إلى يسوع، جميل وهم الذين ينكرون القيامة، فسألوه: ماشي يا معلم، كتب لنا موسى إذا مات رجل أخاه لم له امرأة ولم ولا ولد له، فليأخذ أخوه امرأة ليقيم نسلا لأخيه. وكان هناك 7 إخوة، فأخذ الأول امرأة ومات من غير ولد، والثاني ومثله، الثالث، حتى طيب. أخذها لا لا السابع. استنى، خلينا اجيب لك النص على طول، لان كده شكلك كده بتقرا من الاول خالص. انجيل لوقا اللي في ايدك 19 عدد 27، 19. 27 من كلام يسوع بيقول ايه؟ اما اعلم اعدائي شغل. اولئك، ما شوف انت بتعرف حاجه تانية. عشان كده انجيل لوقا 19 عدد 27 بيقول: أما 27 أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ما تنساش سؤالي: هل يسوع أمر بالقتل والحرب وقتل؟ هل رب الكتاب المقدس أمر بالقتل والحرب وقتل؟ بتقولي لا لا. لا، طيب اتفقنا يا جماعة. هل رب الكتاب المقدس أمر بالقتل؟ بيقولي لا. هل رب الكتاب المقدس قاتل أو قتل؟ بيقول لي لا. هنشوف أهو عندي يسوع بيقول: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. تفضل يسوع اللي بيأمر بالذبح أهو. بص حضرتك، انا هقول لحضرتك هو قصده ايه من المثل ده. ماشي ده مثل بيمثل زي ما حضرتك يعني لو قريت قبل كده هتلاقيه مثل الدنانير الذهب. المثل ده بيتكلم على ان الملك لما بيجي اي حد يرفض ان هو يملك عليه، بيقول لي ايه الخدام بتوعه: هاتوا اولئك الذين لم يريدوني أن أملك عليهم وأذبحوهم قدامي. بيتكلم على عاقبة الأشرار في نهاية الزمان، طب لحظة، مش على الحرب والقتل. بس ثواني. بيتكلم على عاقبة الأشرار في آخر الزمان. من القائل
فاذبحوهم قدامي، أليس ربكم يسوع؟ لا طبعا، مش طيب كلامك قصده كده، ان هو يذبح. بص لا مش كلامك قصده غلط ان هو بحاجتين. يذبح ولا يقتل. طب ركز معايا، كلامك غلط بحاجتين. الحاجة الأولى أنك خالفت لفظ الكتاب، فالقائل هنا أصلا يسوع. اثنين، خالفت تفسير المفسرين، تدرس يعقوب ملطي، أنطونيوس فكري، الاثنين بيقولوا إن اللي أمر بالقتل والذبح هنا يسوع. بيقول لك إن القائل هذا الكلام يسوع، أدي النص نزلته لك حالا، كلام المفسرين حتى. فإزاي أنت تقول لي لا ده مش يسوع؟ يا أستاذ محمد، ده مثل بيقول للناس بالأمثال، زي ما قال لهم ماشي على مثل الكرم. اسمعني بس، مش مثل ماشي الكرم برضو، قال لهم سوف آتي أتيت، يعني جم ناس اشتروا أجروا الكرم ده، وجم قالوا إيه، إحنا نبدد في الكرم ونسرق وننهب، ثم بعد ذلك أرسل صاحب الكرم ابنه فقالوا هذا هو الوريث، فنهلكه ونضربه ونجلده ونقتله، فيسير الايه؟ الملك لنا، فياتي صاحب الكرم وياخذ السؤال الكرم هنا، منه. هنا من ده القائل مثل. اقتلوهم لا 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 قدامي؟ لا 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 لا، بيقول لهم على الملك. الملك لما ما فيش حد بيرضى حلو ان هو يملك عليه بيعمل كده، حلو ففي اخر حلو الايام هيحصل للاشرار كده. حلو، في آخر الأيام هيحصل الأشرار كده بأمر مين؟ بأمر السيد بأمر مين؟ المسيح. في عقاب للأشرار. ايوه ايوه زي الطوفان كده. واقف لحظة، اوقف ايه؟ اوقف ايه؟ اوقف انت، ايه؟ ما انا واقف عشان اتكلم عشان صوتنا ما يتقطعش احنا الاثنين. انت اتفقت معايا ان العاقبه بتاعت الاشرار في اخر الزمن ان يسوع قال عليهم اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي، فانت اقررت بكلامي. صح كلام؟ أقرب صح اللي بكلامك انت إيه؟ قلته ده؟ ما بيتكلمش على الأرض، مش بيتكلم على الأرض، امال أنت فين؟ بتتكلم على الأرض. لا استنى، في فين؟ السماء، في مش في، لحظه لحظة، من من علمائك قاطبة جبت الكلام ده منين؟ جبت جبت الكلام ده منين منين؟ الكلام ده؟ أنا ما جبتش اتفضل. الكلام ده من العلماء، أنا ماليش دعوة بالعلماء يا أستاذ محمد، أنا ليا دعوة بالكتاب المقدس، طب هو اللي ثواني بيرد عن يعني، نفسه. لحظة لحظة، يعني ابوك شنودة ما عرفش يجيب الكلام ده، ابوك توادرس ما قالش الكلام ده، انت اللي جبت الكلام ده وتقول لي انا مش دعوة بالعلماء؟ ازاي؟ خفيت عن اسمعني كل بقى، هو الناس انا هجيب بذاتك لك انت ما شاء دلوقتي، الله؟ انا هجيب لك دلوقتي دينونة الاشرار ايه، يعني ايه وليه وايه اللي حصل وايه اللي هيتم، كل ده مكتوب في الكتاب المقدس. ماشي، خفيت على كل هؤلاء العلماء وكل هؤلاء البابات عندك، وجالك انت، ما انت الوحيد في انا الكوكب يا اللي استاذ راح اديلك. محمد، انت بتجيب كتب، ماشي، انت بتجيب كتاب للقديس تدرس يعقوب، القديس ابونا تدرس يعقوب مالتي ما بيجيبش حاجه من نفسه، بيجيب حاجه من، بيجيب من كل تفاسير الاباء الاولين، وبرده حلو. القصه انطونيوس فكري بيجيب من الاباء الاولين برضه، ما فيش حد اللي انت، بيجتهد من طب الجيل اللي انت الجديد ده. بتقوله ده، طب اللي انت بتقوله ده، بما انك بتقول ابو اوكتافيوس يعقوب ملطي وانطونيوس فكري، انت اهو بتقول اهو وبيجوا من الاباء الاولين، انا جايب تفسير تدرس يعقوب ملطي وانطونيوس فكري ان القائل هاتوا اعدائي واذبحوهم قدامي ده يسوع. ده مثل، ما مثل مش قالش هو اللي مثل، ما بيقول. قالش مثل، قال ان طب ده، اهو ان يسوع هو القائل فاذبحوهم قدامي. طب انا هقول لك على حاجة تانية، انت مش اتفقت معايا ان في المرة التانية، انت قلت قولين على فكرة الان، القول الاول مثل، القول التاني ده مش في الدنيا، امال فين؟ ايه هو؟ في الاخرة، في عقبة الاخرة في العقابة الاخيرة. الاخيرة اللي هي فين؟ اهو. بص يا استاذ محمد، الاخيرة دي اللي هي فين؟ ما انا هرد عليك من الكتاب اهو، ها فوق في في الملكوت، اللي هم الابرار يطلعوا للملكوت والاشرار ينزلوا بحيره النار والكبريت، هو ده يا الذبح يعني. الله، يعني يا جماعة الخير، يسوع لما قال هاتوا أعدائي واذبحوهم قدامي يعني فوق في السماء، فوق في السماء. السؤال بقى جبت مش منين فوق في في السماء. السماء يا ابني؟ مش أنت بص اللي بص قلت أهو، أنت اللي لسه بص قايل. بص بس بالراحة 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 اهو. بص، ماشي انجيل متى، انجيل متى اصحاح 25 عدد 31، الكتاب بيرد على نفسه، ولا بقى مفسرين ولا مش مفسرين، ماشي ماشي بيقول ايه؟ ومتى جاء ابن الانسان؟ مين ابن الانسان؟
يسوع عندك المفروض، ما تقعدش تقول لي مين، اشرح انت. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش سامعني كده النت كويس عندي الصوت؟ كويس. ارجع ورا شويه. ما هو انا كويس وعندي. واحد بيقول لي، لا قول له ارجع ورا شويه. ده بيتفرج علينا من الفيديوهات اللي ايوه بس علق، بقول لك البس علق عندنا يا شباب، علق عندنا ولا عنده هو؟ يا قوم عندي كويس ولا لا؟ الله العظيم يا رب، انا مش عارف ايه انا يا مين سلمى؟ بيرن عليا ده في الوقت ده. الله يا المستعان. جدعان يا بيدوب بعيد عني بقى. معلش عندك انت. معلش ما يلا نرجع تاني بقى حبك ونقول الو. حب فين الدليل ان اما اعدائي دي يعني في السماء، يعني امر بذبحهم في السماء، فين؟ اسمع بقى اسمع. الإصحاح هات. 25 إنجيل متى، العدد 31: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده. ابن ماشي الإنسان ده اللي هو مين بقى؟ ماشي. ايوه قول ومعه انت. جميع ملائكته، يجلس على العرش والمجيد، ويحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، لحظة لحظة، ارث معلش الملك الحتة دي، المعدة لك. ما سيمون سيمون سيمون، معلش الحتة دي، مين الجداء ومين الخراف اللي هيبقوا في الجداء السماء فوق اللي هم عندك؟ شبه مين الخير، الجداء بقى ومين اللي الخراف؟ هم الأشرار، ماشي، والخراف المؤمنين. اللي انتوا الخراف هيحطكوا على اليمين ويحط الجداء على الشمال، صح؟ ده لو ماشي. لقينا بقى ان احنا التشبيه نستحق ده ان يا احنا سيمون، نبقى خروف. انتوا تستحقوا تبقوا خرفان. التشبيه ده جميل. طب ايه ربكم يا سيمون؟ يا ازاي ريت. تشبيه جميل؟ هو ربكم لم يجد افضل من تشبيه انه كأنك قاعد في زريبة، ما هو خرفان على اليمين وجدين على الشمال، كأنك قاعد في زريبة. ازاي تشبيه الملكوت ده عندكم يبقى كزريبة كده؟ لا، ايه، لا ده مش تشبيه دي زريبة بهاي وصف لان الخروف. يا جماعة لا لا الخير؟ لا لا، هو هيبقى خروف ثواني ثواني بجد، يا سيمون، ثواني يا سيمون، هو هيبقى خروف ثواني يا بجد سيمون. يعني. سيمون، لما انا هكلم المستمعين الان، يا مستمعين، لما انا اعمل لكم تشبيه اقول لك بيتي، بيتي ده، بيتي يا جماعه عباره عن بحط الخرفان في اليمين وبحط الجديان في الشمال، بالله عليكم انتوا مش هتفهموا من كلام ان دي زريبه مش بيت، ده كده زريبه مش بيت. فهمتوا؟ لا طبعا. طيب مش مشكله، هات. فايه يخلي يعني ثواني، الخراف على ملقاش اليمين؟ ربكم يا سيمون، لحظة، ملقاش ربكم تشبيه أفضل من إنه يقول إن في ملكوته زريبة، يعني عامل زي الزريبة، يمين فوق يمين خراف وشمال جديان، ملقاش ربكم تشبيه أفضل من ده؟ يا أستاذ محمد، عشان العقل البشري يستوعب، بس الناس دلوقتي مش فاهمة يعني إيه لاهوت، ومش فاهمة يعني إيه روح قدس، ومش فاهمة، مش قادرين يفرقوا بين الملاك وبين الروح القدس، وبيقولوا على الملاك روح قدس، وبيقولوا على الروح قدس مش روح الله. ففي حاجات كتير قوي البني وبيقولوا آدم على الرب، صعب استنى عليه إن استنى، هو وبيقولوا على يستوعب. الرب انسان، استنى هقول لك، وبيقولوا على الرب انسان، وبيقولوا على الانسان رب، وبيقولوا على الرب خروف، وبيقولوا على الرب دودة وسوسة ولبوة، بيقولوا الناس دي مش عارفة تفرق. احسنت، برافو عليك، ما هو التشبيه ده بقى عشان برافو احنا عليك. نفهم، عشان لما العقل البشري طب انا يقدر يستوعب الكلام ده. انا هقول لك على حاجة صغيرة. أنت الآن بتقول إن الرب عندكم فوق هيحط الخرفان على اليمين اللي هم المؤمنين اللي هم أنتوا، صح كلامي؟ وهيحط الشمال الأشرار اللي هم مش أنتوا، صح؟ ايوه طب ألم يجد يعني هو ربكم حسب ما تشبيه يلاقينا بقى. تشبيها استنى بس، يجد ربكم تشبيه أفضل
انه يتكلم بتقول بالعقل البشري، فيقوم قايل للمؤمنين انا هحط المؤمنين عن يميني والاشرار عن شمالي. مش كان قال افضل ربكم قال احط المؤمنين عن يميني والاشرار عن شمالي، بدل ما يقلبها كده كانها زربة بهايم، خرفان على اليمين وجدان على الشمال. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا فهمك ليه خرفان قول وليه جدا. الجدي يشبه الخروف لكن هو مش خروف، يعني تحس ان هو عامل نفسه خروف لكن هو مش خروف. ده على اساس عمل نفسه الانسان خروف. اللي عامل نفسه مؤمن، عامل نفسه مؤمن وهو مش مؤمن. اما الخروف خروف، هو طبعه ايه؟ الطيبه، طبعه الوداعه، طبعه ايه؟ ان هو الذبح، الذبح لايه؟ للفداء. يعني معناه ان هم اي حد من اتباع السيد المسيح هو الخروف الكبير اللي هو ليه 7 اعين وليه 7 قرون، اللي هو ايه؟ بيتميز عن اللي ايوه هم الصغيرين الخرفان العاديه اللي هي قرنين بس وعينين بس. فدول ايه؟ دول يعتبر ايه؟ اللي هم بيتبعوا. انتوا، انما هو الكبير هو اللي هم انتوا انتوا الذبح الكبير. انتوا اللي انتوا اللي بقرنين فكل بس من وعينين بس. يتبعه يحمل صفاته، يحمل صفات ايه؟ تمام، الخروف الذي له 7 اعين وله 7 قرون. جميل. وقلت نرجع بقى لحضرتك لموضوعنا. 7 قرون يعني ايه؟ كمال القوة، نرجع، والسبع اعين ماشي، يعني نرجع الحكمة. بقى لموضوعنا. نرجع اتفضل. لموضوعنا، موضوعنا اللي هو فين الدليل ان يسوع لما قال هاتوا اعدائي واذبحوهم قدامي، يعني فوق، اذبحوهم فوق في الملكوت. بص هنا بيقول لهم بقى ايه؟ لما يجمع يفرز الخراف عن يمينه والجداع عن يساره، فبيقول لهم بقى ايه؟ انت انا جوعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسكوني، ما كنت مريضا فلم تزوروني، كنت مسجونا فلم تأتوا الي. فاقول لكم اذهبوا عني يا ملعين الى النار الابديه المهيئه لابليس واعوانه. النار الأبدية المهيئة لإبليس، هو ده بقى إيه؟ الذبح. ده معناه طب إن إيه؟ بالله عليكم يا النهاية جماعة الخير، الفني. انت سايمون باللي انت بتقوله مقتنع بيه ان ده معناها فاذبحوهم قدامي، انت مقتنع بكده؟ مقتنع بيه، وهجيبه لك طيب من يا نص كمان مستمعينا تاني. الكرام، لا لا لا، ثواني ثواني يا مستمعينا الكرام، بالله عليكم لما يسوع بيقول هاتوا اعدائي واذبحوهم قدامي، النص اللي جابه ده ليه علاقة باذبحوهم او ما اذبحوهم من قريب ولا بعيد؟ الحكم للمستمع، الحكم للمستمع. أسألك سؤال صغير، بمعنى أذبحوهم دي، أليس الذبح يكون لجسد؟ الذبح ده مش لجسد؟ ولا ينفع أذبح السماعة دي؟ ينفع أذبح السماعة دي؟ ينفع أذبح الفارة دي؟ ينفع أذبحها؟ ينفع؟ رد يا عليا. أستاذ محمد، هو مش الأموات دول هيقوموا تاني من بين الأموات؟ الأشرار دول هيتعذبوا هيقوموا بجسدهم كده. انتوا بتعتقدوا انهم بيقوموا قيامة ارواح مش اجساد، انتوا ما بتعتقدوا بقيامة اجساد. المؤمنين بس اللي هيقوموا قيامة أرواح، أما الأشرار هيتعذبوا بجسدهم قيامة لأن اجساد؟ هم ملهمش جسد نوراني. ملهمش جسد لحظة، نوراني. عايز بص، عايز حاجة واحدة صغيرة، عايز دليل كتابي بس بيقول انهم هيقوموا قيامة اجساد، او تفسير عالم في المسيحية، وانا اتحداك تجيب لي كلام عالم ليه؟ مسيحي يقول اللي انت بتقوله، ان استنى، لا ان لا، الاشرار ولا هيقوموا كلام قيامة عالم. اجساد، اتحداك اهو تجيب اهو عالم مسيحي قال كده. اهو انا ماليش دعوة بالعلماء، انا ليا دعوة بالكتاب المقدس هو اللي ماليش بيقول كده. دعوة. لا شفت، ماليش شايفين دعوة. يا ليه؟ شباب؟ الله المستعان. شايفين يا شباب؟ انا ليه ماليش دعوه ليه بيك انت، ليه؟ انا بقول لهم هم، يعني بقول لهم على كلامك. شايفين يا اخوه؟ بقول لك انا ماليش دعوه بعلماء المسيحيه. اما انت بتاخد دينك من مين يا صايم؟ لما انت ماكش دعوه بعلماء المسيحيه، سؤال بقى، انت جبت تعاليمك علشان وصلاتك وقداساتك في الكنيسه انا لما منين؟ اجي انا لما باجي اتكلم مع حد استاذ محمد بيقول لي لا انا ما باخدش برأي فلان وما باخدش برأي علان. ماليش خلاص دعوه بحد، يبقى ما ماليش فيش دعوه بقى بحد، انا كلام. بكلمك انت. لا لا، انا مش بتكلم انا من ماليش دعوه كتاب بحد، تفاسير، بكلمك انا انت. بتكلم من الكتاب المقدس. الكتاب المقدس اللي بيرد عن نفسه، ولا تفسير ولا مش تفسير، علشان خاطر انا بعد يعني كده انت مش هكلم حد انت من تفاسير.
اللي هيعرف يرد عليها من الانجيل يتفضل، اللي مش هيعرف ايوه يخليه ايه برافو، مع حلو. تفاسيره. لا لا انا معاك في الانجيل اهو، يرد معاك في الانجيل، طلع لي من الانجيل اللفظه اللي بتقول، بيقول كده الكفار الاشرار هيقوموا قيامه اجساد باللفظ، لا مش ما باللفظ، هو تخترعليش. ليه معنى، امال احنا لازم نفهم المعنى، هو ايه لفظ هي؟ هو لازم يقول لي اجسد، هو انا بقى لو ما فهمتش يبقى خلاص بقى ماليش حق ان انا ابقى عايش في الدنيا دي، امال ربنا مديني عقل ليه يعني؟ طيب مش مشكلة، يلا هات سفر هات عقلك الرؤيا، كده ونشغل ونشوف. ماشي سفر الرؤيا الاصحاح 20 العدد 11، سفر ماشي الرؤيا اصحاح 20 عدد 11. ثم رأيت اقرا. عرش أبيض عظيم، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهم أثر، ورأيت الأموات. الأموات هنا بيتكلم على الأشرار، لأن إحنا عندنا مفيش موت، إحنا عندنا انتقال. لو عرفت، لو سمعت أي حد مسيحي بيتوفى أو يتنايح يقول لك تنايح. يعني إيه تنايح؟ يعني انتقل، مفيش حاجة اسمها موت عندنا للعلم يعني. فلما بيتكلم على الأموات عارف بيتكلم على عارف عارف، الأشرار. لأن الموت عندكم، بقول لك لأن الموت عندكم انفصال عن الله. أيوه صح كده. ورأيت أي خدمة؟ الأموات الكبار والصغار واقفين أمام العرش، وانفتح الكتاب الذي انفتح كتاب آخر وهو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثلما في الكتاب كل واحد بعمله، وقذف البحر الأموات الذين فيه. قذف البحر الأموات الذين فيه، ده إيه؟ جسد ولا روح؟ هي الروح بتبقى في شفتوا البحر. بقى؟ ايوه بص بقى، شوفوا شايفين يا جماعه، الان جاب لك لفظ ها عشان يحط اجساد. طب انا هقول لك، طب ما انت عندك لا يسوع مش عشان بالمعنى ده، أحط اذا أجساد. لا ثواني لا لا ثواني لا يا ثواني، أستاذ طب محمد، المعنى واضح طيب أهو. ما انا، طيب ما انا بنفس الفكر ده هقول لك، مش يسوع قال لل12 تلميذ لتجلسوا على مائدتي على كراسي تدينون اسباط اسرائيل ال12؟ يبقى انتوا عندكم في جلوس، يبقى الجلوس باجساد، الارواح ما بتجلسش على كراسي وما بتجلسش على مائده. انت عارف ان عندك يسوع قال ان التلاميذ ال12 هيقعدوا فوق في السماء على مائده على كراسي 12 كرسيه، انت عارف كده ولا لا؟ ده في فردوس، في الفردوس اه، بالروح انما ولا الملكوت حاجه بالاجساد؟ تاني. ما انا قلت بالروح ولا لحضرتك اهو، بالاجساد؟ الجسد جسد نوراني، جسد نوراني يعني بالروح ايه؟ ولا يعني ليه بالاجساد؟ وتكس؟ شوف 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 ما هو شوف، ما انا بقول لك عمال ليه جسد بيلف. نوراني رد اهو. عليا. لا 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 لا، طب انت بتخرجني من المواضيع دي ليه؟ هو انا عشان جبت لك الدليل بالروح هتجيب لي ولا حاجه تاني؟ بالاجساد؟ انت مش ما انا هتحددني عشان دلوقتي يا اعرفك استاذ ان دليلك محمد، مش قلت لي صحيح. جيب لي ووريني. لا اهو بيسلم البحر الاموات، يعني ايه؟ ها قول لي بقى، رد عليا. حلو، يعني بالجسد. حلو حلو حلو، يعني بالجسد. إذا أيضا المؤمنين عندكم بيقوموا بالجسد لأنهم هيجلسوا على كراسي. لا هو بقى، ما هو في فرق بقى بين دول وبين دول، هم دول هيبقوا زي دول ازاي؟ ايه ده، انت رحت فين؟ معاك معاك، اتفضل. ماشي يزيد اتفضل. سامعني الآن ولا شايفني ولا لا؟ اه كده كويس كويس تمام. ازيك ويقصف يا سيمون؟ ازيك يا استاذ محمد عامل ايه؟ ويقذف الموت ومثواه الاموات ما فيه. طب يعني ايه يقذف الموت والاموات اللي فيه؟ الموت يقذف الاموات اللي فيه؟ يعني ايه الموت يقذف الاموات؟ يعني يدي يعني الاموات، ايه؟ يطلع يسلم الاموات، يسلمهم للسيد المسيح اللي هم في الجحيم يعني، طيب ويجازي كل واحد كحسب نرجع، عمله، ويلقي الموت في يبقى بحيرة النار هنرجع الخلود. تاني. اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتهم الى هنا واذبحوهم قدامي. انتوا بتؤمنوا ان في قيام رجوع، في رجوع يسوع الاخر هيحارب ويقتل ولا لا؟ هيحارب، اه هيحارب المسيح الدجال الانتي كرايست ضد المسيح. والكفار اتباعه هيحاربهم ولا لا؟ اه بس مش حرب قتل كده زي ما الناس فاهمه،
وفي فيديوهات اما بتيجي على النت كده استنى، اما الحرب ايه؟ بيجيبوا واحد راكب فرس ومعاه جيش كتير ورا منه ايوه لابسين ابيض ومعاه سيف وعمال يجري ايوه يحارب. لا طبعا كل ده غلط. هيحارب اتاري مثلا، بلاي ستيشن، هيلعب بالبلاي لا لا ستيشن لا ولا لا 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 هيحارب ايه؟ لا 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 طبعا امال هيحارب ايه؟ هيجي السيد المسيح وورا منه ربوات من الملائكة. هو مجرد ما يجوا على السحاب كده الجيش اللي انت شايفه اللي انت بتسمع عنه ده اللي هم بتوع المسيح الكذاب ده هيدوب الذي يبيده بنفخة فمه. قال لك يبيده بنفخة فمه ربك مش يقتله بالسيف. يسوع عندك لما هيجي في القيام، في الميعاد الثاني هيحارب ويقتل. على فكرة النص ده ايضا قال ان هو في المجيء الثاني، اما اعدائي فيذبحون قدامي، ده في المجيء الثاني، يعني في طيب ما مجيئته انا الثاني على بتكلم على الارض كده. هيقتل ويحارب ايوه ما انا ويبهدل الناس ويذبحهم. لا يا استاذ محمد، هو ما انا هو انا قصدي على كده، ده عقابة الاشرار اللي انا اللي هو قصده عليه ده، ان هو بيقول لهم هياخد منهم، يعني انا سبتهم يعيشوا في الدنيا ويرفضوا ويعملوا اللي هم عايزينه، خلاص ساعة الدينونة انت بلا عذر ايها الانسان. الابرار يروحوا تمام. للسماء بالمناسبة والاشرار تمام، بالمناسبة دي يا إخوة، وعشان تفهم أنت يا سايمون، أنا في النقطة دي ما عنديش أي مشكلة والله العظيم، لأن أنا ما عنديش مشكلة أصلاً إن المسيح يحارب ويقتل، بس أنا بكلمه هو في كلامه هو، لأن هو بيعتقد اعتقاد تاني. هو بيعتقد اعتقاد مين ده؟ زي كده، واحد بيؤمن إن الله من يروحوا للسماء ثواني والأشرار. لحظة، عندي الصوت عندي عمل. هو لا يعتقد هذا الاعتقاد، هو لا يعتقد ان المسيح هيجي في اخر الزمن يحارب الناس ويقتل الناس. فلذلك انا بكلمك مين انت ده؟ بما أنا؟ تعتقد انت. ازاي عندك النص؟ ايوه، مش عندك النص بيقول بالحق يحكم ويحارب، والمجيء التاني بيقول يذبحوهم قدامي. في يحكم المجيء ويحارب ايه؟ التاني في ذبح اهو من ربك اهو، يا وقتل اهو من استاذ ربك اهو. محمد، يا استاذ، لا، يعني هو السيد المسيح ليه سلطان ان لما الملائكه تنزل، الملاك ده لو واحد نزل بس ممكن الارض تتحرق من نور، ولا من انا ما اعرفش هينزل يبقى عامل ازاي. هيجمع كل الاشرار دولت يرميهم في بحيره النار والكبريت بس. بس سلطان كده يبقى سلطان بالحق يحكم ويحارب، وهاتوا اعدائي يذبحوهم قدامي، ده يعني ارموهم على مش عارف ايه. طيب مش بحيرة النار مشكلة، والكبريت دي خلاص انا بقى هعدي. نار أبدية. ماشي، في عندك نص اللي هو في متى اصحاح 10 عدد 34، النص المشهور قوي. ايه هو عكس السلام يا سايمون؟ صحيح، ما هو عكس عكس السلام؟ السلام الحرب. والحرب ده من علامات السيف. من علامات السيف؟ لا السيف يعني من السيف آلات ليه الحرب معنيين. صح؟ لا لا، لا السيف السيف من ليه آلات معنيين. الحرب صح؟ يا لا ابن الحلال افهم، السيف بقول لحضرتك يعني ليه معنيين. يعني السيف مش من آلات سيف الحرب؟ ك... لا سيف كلام سيف كلام، يعني واحد يكون عنده موهبة الكلام يقدر يتكلم يخلي اللي قدام منه يسكت، يبقى ده حربه. اهو حربه سكته، معرفش يتكلم معرفش يرد، يبقى سيف كلام. وفي سيف تاني معناه القوة أو الملك. حلم، يعني مش حرب السيف ده مش بتاع حرب خالص، محدش بيحارب بالسيوف. كانوا زمان لا، بيحاربوا ايه؟ ده بيحاربوا هنا بقى بالمعنى بالليزر، كانوا زمان بيحاربوا بالنووي، الاف البشري. 16. لا اوكي، من المعنى البشري، طيب انما خلاص بالمعنى مش مشكلة، الكتاب المقدس عكس لا. السيف. يا باي يا باي عليك، انت بتلف الدور، انت بتلف الدور لا 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 عليا، لا لا انت لا لا بتلف الدور لا عليا. لا 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 طيب لا صدقني لا. دلوقتي هات لي السيف، النص وانا اقول لك ايه حاضر معناه. هصدقك. يبقى عكس السلام ايه؟ الحرب صح؟ الحرب. ايوه حلو. طيب ربك يسوع بيقول حسب الأناجيل: ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. يعني ما جاش بيلقي السلام، جاي يلقي حرب. أول حاجة يعني ربك جايب الحرب اهو، بيقول إيه؟ جايب السيف اهو. لا جيت لأفرق لا بين الكنة